على مذاكرة كل الكتب اللي قدامي دي وسنين التعب دي كلها، والمذاكرة اللي الواحد تعب فيها واتمرمط صبح وليل وكان بيجري على المحاضرات والسكاشن والمواصلات ويوصل المحاضرة على آخر لحظة، وبعد ده كله إيه الفايدة؟ معايا بكالوريوس تجارة ومش عارف أشتغل، خسارة على الوقت اللي تعبت علشان أوصل لكده. لو كنت اتعلمت من صغري صنعة كان زماني أسطى قد الدنيا. أيوة فعلا أسطى قد الدنيا، ما تستغربوش. وكان هيكون عندي مشروعي والورشة بتاعتي والزباين اللي هتجيلي ويكونوا توابير قدام الورشة. يلا بقى مفيش مشكلة، هو ده حال الدنيا. طب أعمل إيه دلوقتي؟ خليني في الأمر الواقع اللي أنا فيه. للأسف أنا عديت 30 وخلاص مبقاش عندي فرصة أشتغل، لأني في عرف السوق خلاص راحت عليا وكبرت. عادي مش هموت من الجوع زي غيري اللي عدوا وبقوا أكبر مني. دلوقتي ما عنديش غير حل واحد، أنا خلاص قررت أشتغل بمجهودي وفلوسي. أنا هشغل العربية بتاعتي أوبر وكريم وخلاص، هبقى كابتن أو سواق مش مهم الاسم، ومهما كان تجميله أو المسمى بتاعه أنا لا أكذب ولكني أتجمل. أهم حاجة محتاجش لحد ويكون عندي دخل أعرف أصرف منه ومدش إيدي لحد، لأن خلاص محدش بقى يساعد حد. هروح شركة كريم اللي موجود على كورنيش المعادي جنب مستشفى السلام الدولي، زي ما أصحابي قالولي يلا بقى هروح أعمل الفحص والفيش وبعدين هروح الشركة علشان أشوف هيعملوا إيه معايا. خير يا باشمهندس طمني. أطمنك على إيه؟ ما أقول هتشغلها كريم؟ أيوة يا باشمهندس. إيه ما تنفعش؟ ما تنفعش إزاي؟ دي فئة عالية ومحترمة، محترمة جدا. الكباتن بتشتغل أقل من كده بكتير. عادي يا هندسة هشغلها زي أوبر سيلكت، وأنا قلت بس أسلي نفسي في الوقت الفاضي أهو أحسن من القعدة الفاضية. طمني يا باشمهندس إيه الأخبار؟ لا تمام يا فندم، العربية الحالة الخارجية فوق الممتازة، موتور إكس. قول ما شاء الله يا هندسة، حصوة في عين اللي ما يصلي على النبي. هو أنا هحسدك يا فندم؟ أنا ما قلتش كده يا هندسة، أنا بذكر نفسي بس، وذكر في إن الذكرى تنفع المؤمنين. كلامك مظبوط يا فندم، نرجع نكمل كلامنا. التكييف ممتاز، العفشة ممتازة، الكاوتشات ممتازة، جديدة طبعا كلها، موديل السنة. كيل الفرامل حالته ممتازة، الراديو شغال، وحدات الرفع للإزاز كلها شغالة يا كهربا الأربعة، يعني ما شاء الله. أهو يا فندم من غير حسد علشان ما تزعلش، العربية ممتازة ما فيهاش حاجة خالص، يعني كده العربية نجحت وأنت كده كابتن كريم. إيه ده؟ بقيت كابتن كريم بالسرعة دي؟ طبعا يا كابتن، إحنا في عصر السرعة. عارف يا باشمهندس أول لما قلت لي كابتن حسيت إن كابتن طيار، إحساس جميل فعلا. بالتوفيق يا كابتن. تسلم يا باشمهندس. طيب أنا إيه المطلوب مني؟ هشتغل كده وخلاص ولا هعمل إيه؟ لا يا كابتن، حضرتك تطلع على الشركة في المعادي بالتقرير ده وتسجل نفسك هناك، وكده إن شاء الله مبروك عليك الوظيفة الجديدة. بس طبعا الأول تعمل الفيش عشان بيطلب الفيش بتاعك. أيوة طبعا هروح أعمل الفيش بسرعة دلوقتي. تستنى يا باشمهندس وبعد كده هطلع على الشركة. يلا السلام عليكم. ياه النهاردة كان يوم طويل جدا، الحمد لله إن لحقت أخلص الورق وقدمته في الشركة. دلوقتي خلاص البنال بتاع كريم بقى شغال وأقدر أشغله وأستقر عليه رحلات. كل اللي مطلوب مني أطمن على البنزين والنت شغال عندي علشان أبدأ الشغل. أفتح بقى برنامج كريم كابتن وأشوف إيه اللي هيحصل معايا. يلا بقى توكلنا على الله وأخلي الحالة متوفر. أيوه كده مظبوط. إيه ده؟ جت رحلة بالسرعة دي؟ يا مسهل الحال يا رب. أيوة أدوس على الزرار ويفتح الخريطة وأروح للعميل. أيوة كده تمام، قدامي دقيقة وأكون عند العميل.
يا مسهل الحال يا رب. الحمد لله، دلوقتي انا هعمل وصول الاصطحاب، وده مكان العميل على الخريطة، يعني كده معايا 5 دقايق، يا العميل يجي يا اما اعمل الغاء للرحلة واشوف اللي ورايا. انا مش فاضي، ورايا شغل كتير. ايه ده، العميل بيتصل، هو مش جاي ولا ايه؟ الو، السلام عليكم كابتن كريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا فندم، مع حضرتك كابتن كريم. هو حضرتك فين دلوقتي؟ أنا وصلت يا فندم على اللوكيشن اللي حضرتك محدده على الخريطة. اللوكيشن؟ أيوة يا فندم، المكان اللي حضرتك طلبت منه. أنا واقف في الشارع. هو حضرتك فين بالظبط يا كابتن؟ أنا موجود، ثواني كده أقول لحضرتك أنا إيه أقرب علامة مميزة ليا. أيوة، أنا قدام ميجو ماركت وعامل العربية انتظار. آه، عند ميجو ماركت؟ طيب، ثواني أكون عند حضرتك. اتفضل يا فندم، توصل بالسلامة إن شاء الله. مع السلامة. أيوة كده، العميل ثواني وهيجي وهننطلق مع أول رحلة، وربنا يسهل بقى. أنا بشتغل، هو في عربية زي دي شغالة كريم؟ طبعا يا فندم، لا دلوقتي بقى عادي، تعتبر اعلى فئه في كريم، يعني ممكن نعتبر نقولها انها كريم سيلكت، دي طبعا للعملاء المميزه اللي زي حضرتك. شكرا شكرا. هو انا عميل مميز؟ طبعا يا فندم، يكفي ان حضرتك ركبت معايا، مبروك، حضرتك دلوقتي عميل مميز. هو حضرتك رايح فين؟ هو مش باين قدام حضرتك على الجي بي اس ولا ايه؟ واضح يا فندم، بس قدامي اسم الشارع بس، مش مكتوب المنطقة. احنا رايحين ناحية المزدان، شارع 20 من جسر السويس. شارع 20 من جسر السويس. ربنا يستر يكون الشارع هناك كويس، ما يكونش الشوارع مكسرة. اوكي يا فندم، نوصل ان شاء الله بالسلامة، اصل الوقت قدامي كتير، فمستغرب ازاي قريب والوقت كتير كده. يمكن تلاقيها زحمة شوية يا كابتن، ما تقلقش هنوصل على طول، والشوارع هناك بلسم هتعجبك جدا. يا مسهل ان شاء الله يا فندم، اهم حاجه الشوارع ما تكونش مكسره، حضرتك عميل مميز واكيد الشوارع هناك اكيد مسفلته. لا ما تقلقش، الشوارع هناك مسطرة، هتتبسط هناك قوي، وتقول يا ريتني اروح هنا كل يوم على طول يعني يا كابتن. يا مسهل ان شاء الله يا فندم. ايه ده ايه ده، ايه الشوارع الغريبه دي يا فندم؟ في ايه يا كابتن؟ ماشي زي الفل اهو. زي الفل ايه بس، حضرتك مش شايف المطبات عامله ازاي؟ ده الطريق كله مكسر، والنقر اللي موجوده فيه، والمجاري اللي احنا ماشيين فيها. حضرتك فاهم ان انا ماشي كده وخلاص؟ كل ده بيأثر على العربيه طبعا، والمساعدين بتاعتها، وبيبوظ العفش والعربيه كمان. يا سلام يا سلام يا سلام، كل ده عشان المطبات بوصل العربية كلها؟ أمال حضرتك فاهم إيه؟ هو حضرتك فاهم إن العربية بتمشي في المطبات والشوارع المكسرة والمجاري زي اللي إحنا ماشيين فيها دي ومجرالهاش حاجة؟ زغرتي يا اللي إنتي مش غرمانة. ايه الزغروشة اللي انت مش غرمانة دي؟ ايه الكلام ده؟ طبعا، هو حضرتك هتدفع حاجة خلينا أسوق في الشوارع المكسرة وأبوظ العربية وإنت عامل لي فيها من بنها. من بينها؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده يا كابتن؟ يعني حضرتك مش عارف ان ده بيبوظ العربية ولا ايه يا فندم؟ عارف طبعا، بفلوس، انا بركب مش ببلاش، انا بدفع فلوس. بفلوسك؟ بفلوس ايه يا فندم؟ ده الفلوس اللي حضرتك بتدفعها دي المفروض تعمل اجرة التوصيل مش اجرة المطبات. على العموم انا مضطر الغي الرحلة. تلغي ايه؟ الغي الرحلة، انا مقدرش ادخل في شوارع مكسرة زي دي، كفاية لحد كده. ده انا هخرج من هنا والعربية جررها ونش، وقاعد اقولك عميل مميز والشوارع زي الفل، وانت تقولي طبعا هتتبسط لما تروح فيها، اديني اتبسطت ولحد كده كفاية قوي، سامحني يا رب ما تبسطهاش اكتر من كده. وادي انهاء الرحلة. مش معقول كده، بقى ده اسمه كلام؟ عميل ساكن في حتة زي دي وفاكرها سايبة ويقول لي بفلوسه؟ طيب زي ما هي فلوسك دي عربيتي،
اديني نزلته عشان يحترم نفسه ويعرف يتكلم مع الناس كويس، وعلشان يعرف ان دي عربية ناس ومدفوع فيها دم قلبهم مش ببلاش. وزي ما انا بكلمه باحترام هو كمان يكلمني باحترام. خلي فلوسك تنفعك وخليه بقى يسدد الشارع على حسابه، بدل هو فايص قوي كده. خلينا نشوف عميل تاني، ولا هما كلهم كده؟ الشوارع بتاعتهم بلسم. ايوه في رحلة جديدة، خلينا نشوف عميل ولا عميلة. ايه ده، عميلة اسمها ميرفت كلاوي؟ دي جزارة ولا ايه؟ شكل الشركة دي كل رحلاتها حكاية. خلينا نشوف بختنا الطين اللي مش عايز يتعدل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كابتن كريم؟ أيوة يا فندم. إيه ده؟ هو حضرتك مدام ميرفت كلاوي؟ أيوة أنا. إيه ده؟ وكل دول يا فندم هيدفعوا معاك العربية؟ أيوة يا فندم. دي في حاجة ولا إيه؟ أيوة طبعا، ما ينفعش يا فندم، العدد بتاع حضرتك دول كتير جدا، كنت حضرتك عايزة عربية نقل. إيه ده؟ أنت إزاي بتتكلم كده؟ أنا آسف يا فندم، مش هقدر أركب حضرتك وأنا مضطر ألغي الرحلة. حضرتك تقدري تطلبي رحلة تانية، ميكروباص أو حاجة عشان ياخد حضرتك والعيلة الكريمة اللي مع حضرتك. معلش أنا آسف. شكرا. وبدأت الرحلات تنزل زي المطر على الكابتن، رايح جاي رايح جاي، وكان ممكن يكون عدد الرحلات في اليوم بيعدي 20 رحلة، طبعا ده عدد كبير جدا. وكان بيحصل بعض التجاوزات من العملاء لأنهم مش فاهمين معنى الخدمة اللي متقدمة ليهم، لأن التكنولوجيا دي ما كانتش موجودة عندهم قبل كده. فالتكنولوجيا دي حاجة من الاثنين، يا إما نستخدمها صح جدا يا إما نستخدمها غلط جدا، وطبعا كل واحد على حسب الثقافة بتاعته. وبصراحة بعض العملاء مش كلهم فاهمين إنهم راكبين بفلوسهم، يعني بياكل في العربية ويسيب باقي الأكل في العربية، واللي بتشرب عصير وتسيبه في العربية، كأن الكابتن ده بيقدم لهم خدمة مطاعم 5 نجوم وبينظف مكانهم، مع إنهم لو موجودين في البيت بتاعهم مش هيوسخوا ولا يعملوا كده زي ما بيعملوا في عربيات الكباتن. يلا ما علينا. وبعد مرور سنة تقريبا حصل حاجة ما كانتش في الحسبان، وجات مكالمة للكابتن مهمة جدا. يا ترى ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف مين اللي اتصل بيه وكان عايز ايه. يا رب استر، ده احنا غلابة. صباح الخير. صباح النور، مين معايا؟ حضرتك كابتن كريم؟ ايوه يا فندم، بس انا مش شغلتش الابليكيشن. حضرتك عرفت رقمي منين؟ لا، احنا الشركة يا كابتن. الشركة؟ ازيك يا شركة، عاملة ايه؟ الحمد لله يا كابتن. مبروك يا كابتن. مبروك؟ مبروك على ايه؟ خير ان شاء الله. حضرتك الشركة افترضت الكابتن المثالي للسنة دي. معقولة؟ ازاي ده؟ البرنامج اللي اختار حضرتك من تقييمات العملاء. مبروك مبروك يا كابتن، وفي انتظار حضرتك تشرفنا في حفل الكابتن المثالي اللي عاملاه الشركة. مع السلامة. مع السلامة. مساء الخير، بشكر الشركة على ثقتها الغالية فيا وتقديرها ليا، واسمحوا لي النهاردة أقول كلمة للعملاء اللي بتركب معانا. لما حضرتك تعمل ريكوست حدد مكانك عن طريق البن وحدد الوجهة، وأبوس إيديكم مش أول لما تعمل ريكوست تتصل بالكابتن وتقول له أنت فين وقدامك قد إيه. كل موجود قدامك في البرنامج. عايز اقول ان زي ما انت حريص على انك تروح مشوارك، الكابتن حريص على انه يعمل الرحله بتاعك. ولما تتصل بالكابتن قول له صباح الخير او مساء الخير او سلام عليكم، ما تحسس الكابتن انه شغال عندك، هو بيقدم لك خدمه وانت بتديله مقابلها، يعني محدش فيكم ليه جميل على حد، وانتم الاثنين محتاجين بعض. ويا ريت العميل ما يعملش الريكوست غير لما يكون جاهز، بلاش يكون قدامك نص ساعه او تكوني حضرتك لسه هتسبحي شعرك، وبلاش كلمة بفلوسي وخلي الكابتن مرفوع 10 دقايق تحت. ممكن برضو الكابتن يكنسل الرحلة وينزل على حضرتك غرامة زي ما الشركة بتحددها. بلاش حضرتك تطلبي مني استناكي لحد ما حضرتك تخلصي المسكرة او الاي شادو
أو الأيلاينر. وبالنسبة للعملاء المحترمين، حافظ على نظافة العربية، لأن الكابتن طالع عينه في تنظيفها، وحاول على قد ما تقدر ما تدخلش الكابتن في شوارع ضيقة أو مكسرة. والعميل الشاب، بلاش حضرتك تركب ورا، اركب جنب الكابتن قدام، بلاش تعمل بيه وتركب ورا، مش لازم تعرف الناس كلها إنك راكب أوبر أو كريم. ولما تكونوا مجموعة هتركبوا العربية، العربية فيها 3 أبواب، ما تركبوش من باب واحد، انتوا مش راكبين أتوبيس أو ميكروباص. ويا ريت تخلي معاك فكة، لأن العميل اللي قبلك ممكن يكون خلص الفكة اللي مع الكابتن. والشركة شركة نقل بني آدمين، مش معمولة عشان تنقل قطط أو كلاب أو أجهزة كهربائية أو مواسير سباكة. وبلاش كل شوية توقف الكابتن وتقول بفلوس استنى هنا شوية، هنعدي على حد صاحبي أدردش معاه شوية. لا طبعا، الشركة ليها قواعد بنمشي عليها، وهو حد أقصى الوقوف مرتين خلال الرحلة لمدة 3 دقايق. ومش لازم حضرتك تعملي شوبينج، والكابتن معاكي، استناني هنا هنزل اجيب حاجة من السوبر ماركت، وتأخري جوه 10 دقايق أو أكتر، وترجعي تقولي للكابتن ميرسي. وبلاش نرزع الباب وانت نازل، دي عربية ناس. ولما توصل بالسلامة حاسب الكابتن وانت في العربية، مش لازم تقف بره وتحاسب الكابتن. وبلاش تقف في حتة زحمة وتقول لي انا عايز انزل هنا، نقي مكان ينفع يقف فيه الكابتن، وخاف على عربيتك زي ما هو خايف عليك. الكلمة الطيبة صدق، خلي كلامك واسلوبك كويس ومهذب مع الكابتن، ما تعرفش هو شاف ضغط قد ايه طول اليوم. بلاش تدي الكابتن تقييم ضعيف لانه فار من مرة واحدة، لانه لقى قطة عدت من قدامه فوقف مرة واحدة، او خد مطب غصب عنه. مش كل الكابات المغتصبين وحرامية، في الكويس وفي الوحش. والعمر الظراف اللي عددهم اكتر من عدد العربية وعايزين يركبوا على رجل بعض وعلى السقف والشنطة، دي عربية مش ميكروباص. وبص على حسابك وانت بتحاسب الكابتن، ولو الكابتن غلط وهو بيحاسبك ممكن تتصل بيه وتقول له ان حاسبك غلط، ولو اعترض تقدر تقدم فيه شكوى وده حقك. ولو الكابتن حاسبك غلط واداك فلوس زيادة، المفروض عليك تتصل بيه وتقول انك اديتني فلوس غلط حتى لو عدت فترة من الوقت، لان ده حقه وده مش من حقك ان انت تاخده. ولو الرحلة كانت مضروبة في 2 أو 3 ولقيت السعر عالي، ما تقولش للكابتن انا باجي بالسعر ده، وده كده كتير، حضرتك اللي طلبت في وقت الريت فيه عالي، وده مش ذنب الكابتن. وبلاش تدخن في العربية والتكييف شغال، ممكن تستأذن من الكابتن انك تولع سيجارة، لو وافق يبقى برضا الطرفين ما فيهاش مشكلة. والعميلة اللذيذة اللي مش عارفة هي هتلبس ايه، تحدد انها هتلبس عباية ولا جيبة ولا بنطلون، مش تنزل بلبس وتغير في العربية. والعميلة الظريفة اللي بتاخد علبة المناديل وهي نازلة، خدي منديل او 2 وسيبي حاجة للعميلة اللي بعدك. احب اوجه كلمة للكباتن نفسهم، لو العميل فيزا مش من حقك انك تقيمه نجمة علشان ما تبقش بقشيش، ده مش من حقك، العميل يقيمك زي ما هو عايز. ولو العميل هادي الطباع ومبيتكلمش وخلص الرحلة ومشي، مش من حقك تديله نجمة عشان هو متكلمش مع حضرتك. ممنوع تتكلم مع العميل غير لما هو يكلمك، وممنوع انك تدخن في العربية ومعاك العميل غير لو هو دخن، يعني متطلبش منه انك تدخن لان ده مش من حقك. لو الجو حر مطلوب من حضرتك تشغل التكييف، وانك متشغلش الكاسب بصوت عالي. وطبعا لازم العربية تكون نظيفة فيها معطر، ولو العميل معاه شنط كتير ممكن حضرتك تساعده، وده مش اجباري، ده ذوقيا من حضرتك. وبلاش تقبل ريكوست وانت مش فاضي او مش مستعد او لو انت قاعد على القهوه، عشان كده انت توصل للعميل متاخر. بلاش اول لما تروح عند العميل تفضل تلف بالعربيه وتعمل الوصول للاصطحاب وتكون بعيد عن العميل، واول لما تعدي 5 دقايق تعمل كانسل وتنزل غرامه على العميل، ده طبعا مش من حقك لان العميل مش شايفك وهو واقف مستنيك من الصبح. بلاش تبقى نفسك واهل بيتك فلوس حرام. لما العميل يركب اسأل العميل تحب نمشي على جي بي اس ولا حضرتك عارف طريق مختصر نمشي منه. بلاش الكباتن اللذيذة تاخد سكرين شوت من رحلة قديمة وتحاسب العميل على رحلة تانية خالص، اتقي الله، هتروح من ربنا فين؟ ما تطلبش من العميل انه يقيمك 5 نجوم، سيب العميل براحته. ولو وصلت لمكان العميل وعملت الوصول للاصطحاب اتصل بالعميل وقول انك وصلت. ساعات بيكون في مشكلة في الشبكة والعميل مش ظاهر عنده انك وصلت، وده طبعا ذوقان من حضرتك. من حقك تنزل اي عميل معاه خمرة او مخدرات وتقدم فيه شكوى، ومن فضلك ما تبدأش الرحلة قبل ما توصل للعميل، حرام عليك. ولو العميل كلمك وقال لك استنى مكانك انا جاي عشان الطريق زحمة، ما تخشش في وشه وتقول له انك اتأخرت ليه. لو العميل نسي حاجة في العربية ما تقولش هو مش واخد باله،
ورجعها له حتى لو ما ادكش حاجة، دي أمانة وهو لازم ياخدها. بلاش نتكلم على عملاء نقول دي عربيتي وما يقدرش يجيب زيها، ولو العميل حسيت ان اسلوبه مش ظريف تقدر بعد ما الرحلة تنتهي تعمل له حظر ومش هيرجع لك تاني. وبكده انا وصلت رسالتي من غير ما حد يزعل مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدش ينسى اللايك والشير والاشتراك في القناة، واللي هينسى بقى انتوا حرين، ما عنديش غير الخرزان. يلا بقى، باي باي.